السلام عليكم، اهلا فيكم فيديو جديد. اليوم راح اتكلم معاكم عن مؤتمر ربل اللي كان امس يوم الاثنين يوم 25 مارس، وعن الاشياء اللي اعلنت عنها ابل. طبعا بدايه تكلمت ابل عن الثلاث اشياء اللي تخلي الشركه كامله، اللي السوفت وير والهاردوير والسيرفيسز. طبعا السوفت وير هو النظام، الهاردوير الجهاز او الشيء اللي بتصنعه الملموس، سيرفيس الخدمات. طبعا ما في شركه الان مكتمله بالاشياء دي كلها الا ابل، تقريبا جوجل، بس جوجل ما دخلت مضبوط في الهاردوير. فابل عندها الايفون، عندها النظام، الحين ابل متوجهه على الخدمات. هي الخدمات الشيء الكبير اللي لازم كل شركه تتوجه له الان، لان الشركه اذا كانت محتكره بشيء واحد ما راح تنجح. نفس نوكيا من قبل، اوكي عندها نظام، عندها هاردوير، الجوالات حقتها من قبل 10 سنوات، فالاشياء كلها اللي تقدر تسويها على بس الجهاز ده. ما عندها تضخم او ان اشياء مثلا تبدا تسوي اشياء جديده، لا خلاص متوجهه ذا الشيء، ما تغير ذا الشيء. ما عندها توسع في الخدمات، مثل بلاك بيري كانت متوجهه جهاز واحد فطاحت. الشركات اللي كلها متوجهين او صابين تفكيرهم على جهاز واحد طاحه، ما في توسع. ابل بدات تتوسع الحين، فهاردوير عندها، سوفتوير عندها، بدات في الخدمات. فاول خدمه اعلنت عنها اليوم اللي هي ابل نيوز، برنامج ابل نيوز. الجهاز ابل تعتبر هو البرنامج الاول في العالم مشاهدة الاخبار، فابل اعلنت عن ابل نيوز بلاست. بتكون الخدمه متوجهه الان في امريكا، تقريبا بتبدا على اوروبا وكندا والاشياء دي، يعني الدول الاوروبيه البدايه. بتكون فيها مجلات وجرايد من الشركات المعروفه، نيويورك تايمز والشركات المعروفه في امريكا. الحلو فيها ان راح تقدر تحط المجله وفيها مقاطع فيديو، بدل ما انه بس مجله تشوف صور او كلام، تقدر حتى غلاف المجله يكون فيديو. فالشركه راح تقدر تحط اشياء جديده، مو بس مجله عاديه فرقميه. وابل تتكلم انها راح تكون من اول ما تطلع الابل نيوز راح تكون فيها 300 مجله، من 300 مجله ونطالع راح تجيب شركات زياده. طبعا الاشتراك حقها راح يكون ب $9.99، فيها مثل ما قلت لكم نيويورك تايمز، فيها ال اي تايمز، برضو فيها شركات كثيره. وبرضو ان الخدمه ما راح تسمح للمعلنين او الشركات انها تتبعك وين موجود انت، او تحط فيها مثلا بعض الدعايات والاشياء دي كلها على المكان حقك. مثلا اذا كنت في الدوله الفلانيه راح تخلي شركات تعلن عندك في البرنامج حقك، مثلا فتحت تجيك اعلانات، ممنوع فيها اعلانات، ممنوع فيها تراك، ممنوع اي شخص يتبعك، حدد مكانك، بتكون مثل ما تقولون تكون محمي، ما في الاشياء دي كلها. بيكون برضو متشاركه بالفاميلي شيرنج، ان العائله عندك تقدر تشوف المجلات اللي يشوفونهم اهلك او اطفالك، وتقدر تتبعهم وتشوف الاشياء اللي يسوونها. بعدها اعلنت عن ابل بي. طبعا تكلمت عن ابل بي البدايه، تكلمت ان في 2019 الحين في هذا الشهور تعدت اكثر من 10 مليارات عمليه سحب في العالم. وبتكلمت ان ابل بي خدمه ممتازه وناجحه، فابل قالت ان خلاص نبدا الحين السب الثاني قدام، ونزلت ابل كارد. اعلنت عن ابل كارد، والابل كارد هي خدمه بتكون مثل ما تقولون بنك ابل كذا، بدات خلاص انه بيكون عندنا حساب انك تحط الفلوس فيه، تقدر تشتري منها من نفس الجوال. الحلو فيها انه لو شريت اي شيء من اي مكان تفتح البرنامج عندك وتشوف الشراء حقك بالترتيب، ذا الشيء وين شريته واي مكان، وتشوف الخريطه برضه من الخريطه عندك، وتشوف الستور حقك وين شريته. والحلو فيه انه تقول الشركه انكربشن، انه محميه، ما حد يدري عن وين شريت الشيء، لا البنك يدري، لا ابل تدري. اذا شريت من هالشيء بتكون عن خصوصيتك، انه ما حد يدري عنك ايش اللي شريته. خلال تطبيق برنامج ابل بي عندك تقدر تسوي لك بطاقه ائتمانيه، تستخدمها في اي مكان في العالم بدون رسوم، بدون اي شيء. وراح تستخدم برضه الذكاء الاصطناعي عشان تعرف الاماكن اللي صرفت فيها الفلوس، علمك شو الاشياء اللي صرفت، مثلا الملابس، يعطيك سكيل بالملابس اللي صرفت، مثلا الاكل كم صرفت او الاشياء ذي كلها. برضه اذا شريت اي شيء من بطاقه راح ترجع لك فلوس بنسبه 2%، تجمع فلوس يعني مثل ريورد او شيء. واذا شريت اي شيء من ابل، منتجات ابل، راح ترجع لك 3% من اي شيء تشتري. فتقدر تسوي بزنس، تشتري الشيء ويرجعون لك فلوس. طبعا البطاقه ما فيها عمولات، ما فيها فوائد سنويه ولا قروض، ولا فيها رسوم ولا فيها اي شيء. ممتاز، يعني افضل من البنوك اللي موجوده عندنا، انه ياخذون منك مثلا فيدز على اي شيء تشتريه من برا او شيء. الاشياء كلها هذه ما فيها فيدز ولا فيها اي شيء. البنوك اللي تتعامل معها بطاقه ابل الرقميه الان بتكون جولدمان ساتش في امريكا هنا، وبرضه تجيك بطاقه فيزيكال، بطاقه عاديه صراف، لكن محميه، وبعد اتكلم عن كيف محميه. بتكون بلاتينيوم، بتكون يعني قويه، مش نفس البطاقه اللي عندها بلاستيك. برضه مثل ما تشوفون في الصوره ان البطاقه ما فيها رقم عندك قدام، ولا فيها السي في في الرقم السري اللي من ورا، ما فيها تاريخ انتهاء، ما فيها توقيعك، ما فيها اي شيء، بس اسمك والشيب وعلامه ابل موجود فيها عشان حمايه اكثر. المعلومات دي كلها، البطاقه والتوقيع حقك والرقم السري، كلها بتكون عندك في الجوال في ابل بي. يعني تفتح البرنامج وتشوف الارقام دي كلها. وبعدها نزلت خدمه الحين اسمها ابل اركاد، اللي هي خدمه الاشتراك في الالعاب في ابل ستور. الحين راح يكون في اشتراك شهري للالعاب تقريبا قيمتها $9 $0.99، تكون في العاب حصريه بس في ابل ستور، ما راح تشوفها في اي جوال ثاني، لا اندرويد ولا اي شيء ثاني، تستخدمها بس في ابل ستور. بتكون مدفوعه بفلوس، لكن بالخدمه هذه راح تستخدمها مجانا، تقدر تلعب في اللعبه، تقدر تنزل اللعبه عندك في جهازك، في الايفون، في الايباد، في ابل تي في، في الماك، وتلعب فيها. مثلا تلعب فيها في الايفون، توقف تروح الماك تكمل فيها، وتقدر برضو تشارك فاميلي شيرنج. حلو الحركه، وانك تقدر تكمل في الاجهزه الثانيه، وتقدر تلعب فيها اوف لاين برضو، فطريقه حلوه.
طبعا بدايه الاعلان عن ابل اركاد راح تكون فيها اكثر من 100 لعبه، هذا البدايه. فمع الوقت شهر شهرين بتشوفون كم الف لعبه تكون موجوده. طبعا الخدمه برضو ما فيها دعايات، ما فيها تتبع الالعاب، تقدر تلعب من اجهزتك الثانيه مو بس في الايفون مثل ما قلت لكم، وبرضو تقدر تلعب اوف لاين بدون انترنت. وبعدها ابل انتقلت على ابل تي في، هذا الشيء اللي ابل دققت عليه كثير على المحتوى او الافلام. ابل بدات وجمعت كذا شركه مثل ما تشوفون في الصوره، اتش بي او، ستارز، وكذا شركه جمعته في برنامج اسمه ابل تي في اللي عندكم، موجود في الايفون، موجود في الايباد، وموجود في ابل تي في، وابل اعلنت انها بتنزله في الماك برضو. فجمعت الشركات دي كلهم في نفس البرنامج هذا باشتراك شهري. طبعا ما راح تدفع للشيء اللي تشوفه، ما راح تدفع لهم كلهم، الشيء اللي بتشوفه راح تدفع له. برضو راح تدعم الجرافيكس لحق الصور والصوت عالي، راح يكون بدون اعلانات. اي برنامج تحمله مثل هولو في امريكا هنا، الله يوريكم كيف هولو، يعني كل فيديو تشوفه في نص الفيلم يجي لك اعلان، بعد الفيلم يجي لك اعلان، قبل الفيلم يجي لك اعلان، تفتح البرنامج يجي لك اعلان. مع خدمه ابل تي في ما راح يكون فيها اعلانات، ما فيها تتبع، تقدر تحمل الفيلم وتشوفه اوف لاين ما بلازم اونلاين، والشركه نفسها ما راح تقدر تتبعك. وبرضه البرنامج اللي موجود في الايفون والابل تي في راح يغيرونه ويعدلون فيه شوي، ويكون فيه AI البرنامج يدري ايش الاشياء اللي تشوفها ويرتبها لك. مثلا تحب اكشن راح يجيب لك افلام كثيره عندك تظهرك في الشاشه الاكشن، اقول لك مثلا تشوف ذا الفيلم، يعني يقترح عليك افلام. بعد ما تكلمنا عن الاشياء ذي كلها، ابل وقفت واعلنت عن اقوى خدمه موجوده في المؤتمر هذا اللي هي ابل تي في بلس. ستاند باي 3 ستاند باي 1 ميك يور موف 7 ريدي 6 يا ام ريدي 5 4 3 2 1 البداية أعلنت عن الفنانين الكبار كيف رجعتهم، مثلا رجعت مسلسلات قديمة، رجعت أشياء الكل استغرب. فأبل رجعت أفلام قديمة، رجعت تيمز قديمين، بعضهم مثل ما تقولون عندهم برامج خاصة في قنوات مشهورة مثل أوبرا والأشياء دي كلها، أبل رجعتهم. فنانين كثار رجعتهم أبل، وبرضه من ما يعرف هيبستر مثل ما تشوفون رجعتها أبل، وتقريبا الأطفال راح يحبونها مثل ما احنا حبيناها من قبل. فبتعلم الأطفال كيف يبرمجون، يبدؤون يكونون مبرمجين من الصغر. وقالت أبل إن هذه البداية. طبعا ما تنزل الخدمة، بتنزل في الفول اللي هي بعد الصيف اللي هي بعد عيد الأضحى راح تنزل الخدمة، ممكن مع الايفون الجديد بعد سبتمبر راح تنزل، راح تكون فيها يمكن أكثر من الأشياء دي كلها. وطبعا أبل راح تعلن برضه على أفلام خاصة فيها. الخدمة راح تكون تقريبا $9.99 للآن تكلم عنها، راح تكلم عنها في الربع الأخير من السنة. خدمة راح تتوفر بدون إعلان، راح تكون الأفلام ومسلسلات حصرية لأبل، في أفلام كثيرة حصرية فقط لأبل. من بداية إعلان عنها في سبتمبر راح تتوفر من أكثر من 100 دولة حول العالم. ما في الآن سعر اشتراك، راح نشوف بعدين. وبس هذا أبل اللي أعلنت عنه، وإن شاء الله تكلمت لكم باختصار وقلت الأشياء بس السريعة والأشياء المهمة اللي أبل أعلنت عنها. ما راح أتكلم عن الأشياء اللي بالنسبة لي ما بمفيدة أو ما اهتميت فيها، فأتكلمت لكم بس الأشياء اللي عجبتني. نهاية الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة ونشر المقطع وعمل لايك للمقطع، وتعليقاتكم تحت تهمني. انتظرون فيديو الثانية، وإذا عجبكم الفيديو بليز نشروا المقطع، شجعوني عشان نبدأ نسوي لكم قدام. في بعض الخدمات ما راح تنزل في الدول العربية، ولا بتنزل ممكن في وقت متأخر أقدر أنا هنا أشترك فيها، وركني أسوي لكم رجع قبل ما تنزل عندكم هناك. إذا حبيتوا هذا الشيء اشتركوا بالقناة ونشروا المقطع وسووا عمل لايك للمقطع، والسلام عليكم.